أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن الحكومة عازمة على دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط، وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب. جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة. لقد شهد مجلسكم الموقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مستفيضة بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، إما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذي دعانا إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق الأصيل، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه تمشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية. لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط. ذلك الملف المطروح على حضراتكم وعلى مائدة الحوار الوطني وصولاً لما فيه صالح الوطن.